بمناسبة اليوم العالمي للالتهابات الرئوية أي بنموني بالفرنسي أو نمونيا بالإنجليش، حبينا نضوي على هالمرض يلي هو مرض كتير شائع بالعالم. أكيد كلياتكم إذا مش معظمكم سامع فيه، لبل أكيد أصيب فيه إن كان مرة بالعمر أو مرتين أو أكثر أم حدد من أقاربه. فالالتهابات الرئوية هي تصيب عدد كبير من العالم. آخر إحصاءات بأمريكا بتقول إنه عدد الإصابات بتتعدى 2-3 مليون حالة نموني بالسنة. 20-25% من هالأشخاص بيضطروا إنه يفوتوا مستشفى. بنموني بتشكل السبب الأول للوفاة بالعالم نسبة لجميع الأمراض الجرثومية، والسبب الخامس للوفاة بالعالم من بعد أولا أمراض القلب، ثانيا الجلطات، ثالثا السرطان، ورابعا الانسداد الرئوي. شو هي البنموني؟ شو هو الالتهاب الرئوي؟ الالتهاب الرئوي بيصير لمن الشخص بيتعرض لجرثومي. هالجرثومي بتنتقل من خلال التنشق. حالات نادرة بتوصل للإنسان من خلال الدم، وهيدي رح نتطرق لها بعدين، بس في معظم الأوقات بتوصل من خلال التنشق. فبيتعرض المريض لتنشق جرثومي، وهالجرثومي بتجي بتفوت على مجرى التنفس. هيدا مجرى تنفس طبيعي، بتقعد هالجرثومي هون بغشاء الرية وبتشكل حالة من الالتهابات. فبيصير غشاء، بيصير مجرى التنفس محمر ملتهب، وبتصير الغدد بتتضخم وبتساهم بإفراز البلغم. فهالجرثومي فيها تضل قاعدة يا أما فقط بالقصبات الهوائية، وهون بتشكل شيء منسميها برونشيت يلي بتضل بس بالقصبات الهوائية ومنسميها التهابات القصبات الهوائية، أو بتنزل لكعب الرئة وبتعطينا حالة يلي هي اسمها التهابات الرئة أو النمونيا. هالبكتيري وهالجرثومي يلي بتفوت على الجسم فيها تكون عدة أنواع. بتعرفوا في آلاف الميكروبات والجرثومات بالعالم، بس بالتهابات الرئة نحن منصنفها نوعين. يا أما هي بكتيريا، وهالبكتيريا فيها تكون اعتيادية أو تيبيكل، منشوفها أكتر شيء بالشتي بموسم الشتي يلي بتعطي حرارة بردية سعلة بلغم أصفر، أم فيها تكون اتيبيكل. والاتيبيكل بتعطي عوارض غير اعتيادية، هيدي منشوفها بالصيف، منشوفها لما المريض بيتعرض للمكيف الهوائي، وهيدي هالاتيبيكل هون فيها تكون يا أما الفيروس سببها، فيها يكون كمان بكتيري مختلفة بس هي كمان بكتيري غير اعتيادية. وضمن هالاتيبيكل منفوت الانفلونزا يلي بتعرفوا كلكم أكيد بتعرفوها، ومن ضمنها بيفوت الـ H1N1 الـ H1N6 يلي بيعملوا إبيديميا واللي عملوا إبيديميا كبيرة وما رح نتطرق لهم أكيد اليوم. ما هي عوارض النمونيا؟ العوارض هي بتصير لمن مثل ما قلنا أنه بتفوت هالجرثومي على القصبة الهوائية، فبيصير المريض يحس بضيق في النفس لأنه ضيق مجرى الهواء، الغدد بتتضخم وبتفرز بلغم، سو المريض بيصير يفرز بلغم، بيعمل حرارة لأنه هالميكروبي بدها تفوت من الغشاء على الدم وبتصير تساهم بإفراز سموم، وهيدي السموم بتساهم بارتفاع حرارة الجسم، وبيصير المريض يعاني من سعال حاد. هلأ هالبلغم اللي بيطلع فيكون عدة أنواع، فيكون أبيض، فيكون أصفر، وفيكون أخضر، سو كتير هون مسؤولية الطبيب إنه يسأل المريض عن لون البلغم، ومسؤولية المريض إنه يراقب البلغم تبعه لأنه هاللون بيساعدنا نحنا بتشخيص أي نوع بكتيري ساهمت بهالبنمونيا وكيف بدنا نعطي دواء التهاب. النمونيا فينا نلقطها من 4 محلات. في عنا شيء اسمه كاب يلي هي Community Acquired Pneumonia، هي البنمونية اللي منلقطها من المجتمع من برا، يعني نحن منكون برا بالمجتمع ومنعمل البنمونية ومنجي على المستشفى. في شيء اسمه هاب يلي هي Hospital Acquired Pneumonia، وهون المريض بيعمل التهاب رئوي بالمستشفى، يعني بيكون فايت على المستشفى كاسر إجره وبيعمل بنمونية بقلب المستشفى،
دونك لاج رسومي من المستشفى. في عنا شيء اسمه فاب. فاب هي فنتيليتر اسيستد نمونيا، وهي البنمونية اللي بيلقطها المريض بالعناية الفايقة، يعني فات لعملية قلب مفتوح مثلا، نحط على الجهاز التنفس الاصطناعي وهون لقط التهاب وعمل شيء اسمه فاب فنتيليتر اسيستد نمونيا. وفي عنا اتش سي كاب يلي هي الهيلث كير نمونيا، وهيدي البنمونية اللي بيلقطها المريض من الهيلث كير سنترز يلي هني منسميهم دور التأهيل ودور الراحة والعلاج الفيزيائي وما وغيره من المراكز. التهاب الرئة مرض كتير مهم وطبعا عنده خطورة ومعقول يؤدي للوفاة. فأمتى معقول التهاب الرئة يؤدي للوفاة؟ خاصة إذا أصيب الأطفال الصغار بالعمر، خاصة تحت 4 سنين، المسنين، المرضى اللي عندهم مشاكل مختلفة مثل السكري، مشاكل أمراض القلب، السرطان، ضعف بالمناعة، اللي عم ياخدوا علاج كيميائي، اللي عندهم أمراض رئوية مثل الانسداد الرئوي، الربو، اللي عندهم شلل دماغي يعني عضلاتهم مريضة ما بيقدروا يسعلوا ويطلعوا البلغم، اللي عندهم نصاحة مفرطة يعني في عندهم مشكلة ما بيقدروا كتير يتنفسوا ويبلعوا الأكل مظبوط، واللي عندهم كمان رفلو أي في عندهم أسيديتي والأسيد عم يطلع ويفوت على الرواية ويسبب التهابات رئوية. إذن هون بما أنه هيدا المرض خطر، في عنا دور أساسي للطبيب، وقبله في دور المريض يكون عنده الوعي الكامل أنه لمن بيوصل لهالمرحلة وبيعرف أنه في عوارض معينة بتستدعي زيارة الطبيب، المفروض أنه يتوجه لعيادة الطبيب يلي لازم يلعب دوره الكامل بتوجيه المريض، إن كان للبيت وعطاء دواء بالبيت أو دخوله المستشفى. بالعيادة الطبيب دوره إذا المريض إنسان شاب ما أخذ أبداً علاجات مضادات قبل أبداً، ما عنده أي مشاكل صحية، هيدا مريض بيقدر ياخد دواء التهاب ومضادات بالبيت ويتعافى خلال فترة أسبوع ماكسيموم. أما الطفل أم المسن أم المرضى اللي عرضناها قبل واللي عندها مشاكل بالمناعة، هيدي مرضى لازم تتوجه دايركتلي للمستشفى، وبالمستشفى هنيك بيتحدد إذا هالمريض لازم يفوت على الطابق أو بيعوز عناية فائقة لحتى ما تتفاقم حالة المريض ونوصل لحالة خطرة وتسبب حالة الوفاة. ف بالإرجانس هون في عنا مسؤولية لطبيب الطوارئ أنه يشوف المريض وينتبه لبعض العوارض، منها الضيق الحاد بالنفس إذا المريض فقد الوعي، إذا ضغطه كتير كان واطي تحت 8 أم تحت 9، إذا الحرارة كتير مرتفعة إذا كانت فوق 41 أم إذا كانت تحت 36، إذا كان في عنا هبوط بالكريات البيض أم ارتفاع حاد بالكريات البيض. هدول مرضى لازم يفوتوا للعناية الفائقة لحتى يحصلوا على العلاج اللازم لهالالتهابات الرئوية، وخاصة المرضى اللي عندها التهاب بالرئتين، يعني إذا في التهاب برئة الرئة الثانية فيها تساعد، بس إذا اثنين فيهم التهاب ضروري المريض يدخل للعناية الفائقة. وهون في مثل ما حكينا مسؤوليتين، في عنا مسؤولية على الطبيب ومسؤولية على المريض. مسؤولية الطبيب بتكمن بالسرعة بإعطاء المضادات الحيوية، كل ما كان الطبيب سريع بإعطاء المضادات كل ما خفف المرتاليتي ونسبة الموت عند هالمريض. إذن المريض اللي عنده بنمونية مهمة لازم يتلقى العلاج بأسرع وقت ممكن، أوكي. ومسؤولية الطبيب كمان هو اختيار المضادات اللازمة لهالمريض المريض، وهيدا موضوع طويل وشرحه طويل. أما ما هي الأسباب اللي بتخلي إنه المريض ما يتجاوب على العلاج؟ يا أما المضادات اللي انعطيت بتكون ما أصابت البكتيريا وهون بيجي دور زرع البلغم وزرع الدم، يا أما المريض عمل اشتراكات إذن هالالتهابات عملت وعمل عمل بالرواية وهون منضطر نلجأ للجراحة، يا أما في سوء تشخيص، يعني نحن عم نشخص بنموني التهابات رئوية بينما المريض عم نعاني من حالة تانية يلي هي فيها تكون جلطة أم كانسر أم موضوع تاني مختلف.
وهلأ بنوصل لمسؤولية المريض بأخذ العلاج، يعني بمرحلة أنه المريض صار بالبيت وبده يكفي دواء الالتهاب، بتلاحظوا دايما أنه نحن منحدد له للمريض مدة العلاج. التهاب الرئة مدة العلاج لازم تكون مش أقل من 7 أيام، أوقات منضطر لعشر أيام أم 14 يوم حسب حالة المريض. وليش المريض لازم يلتزم بهالوقت تماما؟ لأنه هالأوقات مش نحن حطيناها، هيدي أوقات دراسات كبيرة عالمية وصلت لأنه لها النتيجة أنه إذا نحن ما أخذنا هالمدة الكافية لدواء الالتهاب، هالبكتيريا ذكية كفاية أنه هي إذا بقيت وحدة أم اثنين بترجع بتعمل بتتكاثر وبترجع بتقوى على المريض وبترجع بتعمل التهاب مرة تانية إذا أخذنا يومين أم ثلاثة. كذلك إذا نحن أخذنا يومين أم ثلاثة أم عيارات كتير قليلة، شو بنعمل؟ منخلي هالبكتيريا تتزاكى وتخلق شيء منسميه ريزيستانس، يعني بتتعود على المرض وبتقوى على الجرثومه، وبيصير اذا بدنا نعوز هالبكتيريا ما بقى تشتغل على الجرثومه. مشان هيك بتشوفوا انه اوقات كتير بتاخذوا انتيبيوتيك وما بتستفادوا على هالدواء، بنضطر انه نعطي دواء تاني. وهون كمان في مسؤوليه تجاه المجتمع، لانه انتم كمان عم تنقلوا هالمرض لغيركم، وعم بيصير انه هالبكتيريا اللي عم تنقلوها هي قويه ريزيستانت، تغير شكلها ما بقى تتجاوب على الانتيبيوتيك. فأشد وأكرر أنه لازم الدواء يتاخد بالمدة اللي بيحددها الطبيب وليس الجارة. وبالختام رح أعطيكم شيء من سمي take home message، يعني نحن ليش هدفنا من هالمقابلة الصغيرة، هي أنه نحدد هالمرض أهميته. وبرجع بقول مسؤولية المريض ومسؤولية الطبيب. الطبيب عنده مسؤولية التشخيص السليم، العلاج السليم والسرعة بالعلاج، والمريض عنده مسؤولية هو أنه أخذ الدواء بالطريقة اللازمة. ثانيا عدم عدوى آخرين، يعني إذا المريض عنده التهابات مش مضطر يروح يزور مريض ما عنده مناعة أم طفل أم مسن أم يسلم أم يعطس بإيده ويسلم عليه. في طرق كتير للوقاية مثل العطس بالكم وأشياء كتيرة، هيدي من التوعية. وتالت شيء من التوعية والوقاية هو التطعيم المستمر، وخاصة خاصة للمرضى اللي عندها مشاكل، وإن كان بالرئة وإن كان بالقلب. هدول المرضى لازم يراجعوا حكيمهم ويلجأوا لسكيدجول معين أو طريقة معينة بالتطعيم ضد الالتهابات وضد الجرثومات. شكراً.